السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف ريدمي نوت 8 برو إصدار الأندرويد 10. بعد اختيار اللغة وتسجيل شبكة الواي فاي، بنفضل على صفحة شبكات الاتصال بالواي فاي وبنضغط على إضافة الشبكة. في مربع كتابة اسم الشبكة ومربع الـ SSID بنكتب www.youtube.com بنحدد الرابط، بيظهر لنا رمز اللينك زي ما احنا محددينه في الفيديو دلوقتي، بنضغط عليه بيفتح لنا اليوتيوب، بنضغط موافق. على يسار الشاشة بنلاقي رمز الحساب بنضغط عليه، وبعدين بندخل على الإعدادات About أو حول، بنود خدمة اليوتيوب، بنلاقي كلمة تخطي أعلى يسار الشاشة، الموافقة والمتابعة، بيفتح لنا المتصفح. في مربع البحث فوق بنكتب VN Room زي ما هو مكتوب قدامنا على شاشة الفيديو، بنضغط بحث، بنختار أول نتيجة بحث. الصفحة اللي قدامنا في الفيديو ديت هي الصفحة اللي فيها التطبيقات اللي من خلالها إن شاء الله هنقدر نتخطى حساب جوجل. في البداية هنضغط على تطبيق أندرويد 5 علشان نحمله. الصفحة ديت إعلان، ممكن تظهر بشكل تاني أو بتطبيق تاني أو بزيارة صفحة تانية. لو ظهرت بنرجع بزر الرجوع أسفل يمين الشاشة، وبعدين بنضغط على تطبيق أندرويد 5 مرة تانية علشان نحمله. سماح، موافق، جاري بدء التنزيل. بعد التحميل مباشرة بيظهر لنا إشعار في منتصف شاشة الجهاز، بنضغط على الإعدادات، بنفعل خيار السماح بتثبيت تطبيقات من هذا المصدر، وبنرجع خطوة للخلف، بنضغط على تثبيت، سماح، بنرجع خطوة للخلف، بيرجعنا للصفحة اللي فيها التطبيقات مرة تانية. بننزل تطبيق FRB Bypass، موافق، بنستنى لحظات لحين انتهاء تحميل التطبيق، وزي ما حصل في التطبيق اللي فات هيحصل في التطبيق ده، بمجرد انتهاء التحميل هتظهر نافذة في منتصف شاشة الجهاز فيها خيارين يا اما الغاء يا اما تثبيت. طيب لو ما ظهرتش، اسفل الشاشة بنلاقي رموز المتصفح وفيها رمز الداونلود او السهم اللي اتجاهه لتحت، بنضغط عليه هنلاقي التطبيقات اللي احنا حملناها من الصفحة ديت. احنا ثبتنا دلوقتي تطبيق اندرويد 5، لو انت ما ثبتوش تقدر تثبته من خلال الصفحة دي، ولو ثبتته هتتابع معانا الشرح. هنثبت تطبيق دلوقتي FRB Bypass، تثبيت، فتح، حسنا. على يسار الشاشة بنلاقي 3 نقط بنضغط عليهم، وبعدين بنضغط على تسجيل الدخول من المتصفح، موافق. الصفحة دي هنسجل دخول لحساب جوجل أو جيميل، لو ما معناش حساب نقدر نعمل حساب على أي جهاز تاني وبعدين نسجل دخول على نفس الصفحة دي. بعد تسجيل الدخول بيرجعنا صفحة الداونلود مرة تانية، بنعمل إعادة تشغيل للجهاز. بعد إعادة تشغيل الجهاز بيفتح مباشرة على صفحة الاتصال بالواي فاي، بنضغط التالي السهم أسفل يسار الشاشة، بنحدد لقد قرأت ووافقت على القائمة وبنضغط التالي، بنضغط على تخطي هذه الخطوة وبنضغط التالي. عدم النسخ، إشعار من الجهاز تم إضافة الحساب بنجاح، بنضغط التالية. قبول،
المغادرة والحصول على تذكير، تخطي، تخطي، تخطي هذه الخطوة، التالي، تختار السهم اللي يعجبك وبتضغط التالي، إنهاء. تم تخطي حساب جوجل للهاتف بنجاح. يفضل عمل إعادة ضبط المصنع للجهاز من داخل الإعدادات علشان خاطر الملفات اللي نزلناها أو حملناها وثبتناها من على الإنترنت. إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات، الجهاز مش بيطلب منك حساب جوجل مرة تانية. بندخل على الإعدادات، حول الهاتف، النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين، مسح كافة البيانات، محو جميع البيانات، تنبيه من الجهاز، لازم نقعد حوالي 10 ثواني علشان نعمل الخطوة التالية. بنضغط على التالي، بنقعد 10 ثواني مرة تانية علشان نضغط على موافق. بنضغط موافق. الجهاز بيعمل إعادة تشغيل وفي الغالب بيفضل على شعار رتمي من 5 لـ 8 دقايق. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنضغط بدء، التالي، التالي، تخطي، بنحدد لقد قرأت ووافق على القائمة، التالي، تخطي هذه الخطوة، التالي، قبول، تخطي هذه الخطوة، التالي. بتختار الشكل اللي يعجبك، بتضغط التالي، إنهاء. تم تخطي حساب جوجل وإعادة ضبط المصنع للجهاز بنجاح. يارب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أو أي مشكلة، طرق التواصل أسفل الفيديو.